بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير وإن شاء الله موفقين، ويكون سنة سعيدة عليكم وترم سعيد عليكم إن شاء الله. إحنا هنتكلم في الكورس عن الفارماسيوتيكال ماركتينج، ودي من ضمن الكورسات المهمة جدا من الناحية العملية ومن الناحية المهنية، وهنحاول بقدر الإمكان إن إحنا نشوف إزاي نقدر نستفيد بيها على المستوى الشخصي والمستوى المهني، وفي نفس الوقت برضو كمادة نقدر نكون فيها من الحاجات اللي نقدر نساعد بيها في المجتمع الصيدلي أو المجتمع الصحي في نفس الوقت. طيب، إيه النقاط اللي احنا هنتكلم فيها في الكورس، وفي نفس الوقت إيه الأهداف بتاعتها علشان نقدر نستفيد من كل الموضوع اللي احنا هنتكلم عليه. الفارماسيوتيكال ماركتنج من الحاجات المهمة جدا بصفة شخصية بالنسبة ليكو، لان اوقات كتيرة جدا احنا بنعمل شغل حلو قوي، بنعمل حاجات رائعة جدا، بس ما بنعرفش نعمل لها فاليو حتى مع المستوى الشخصي. ازاي اقدر اعمل فاليو للي انا بعمله او بقدمه؟ ايه النقاط او ايه التوبكس اللي احنا هنتكلم فيها؟ هنتكلم على الماركتنج كونسبت، وفي نفس الوقت قبل ما هنبدا في الماركتنج والماركتنج بلان والكورس، هنتكلم على حاجه مهمه جدا اللي هي الكاركتر اوف كلينيكال فارماسيست. ايه الجنرال كاركتر؟ لان الصيدلي محتاج كواليفيكيشن معينه علشان يكون مبدع في المهنه اللي هو بيعملها، لان اوقات كتيره جدا مع العدد الكبير بتاع الصيادله اللي موجود محتاجين ان احنا يكون qualified enough to achieve our objectives، لان انا بشتغل شغل بطريقة professional علشان اقدر اقدم خدمات متميزة للكاستمر بتاعي، فلازم يكون في qualification كحد ادنى من qualification دي to achieve our objective. هنتكلم على what is the market and what is the sales. الماركتنج ايه هو والسيلز، وايه الفرق ما بين الماركتنج والسيلز، لان كتير قوي متخيل ان السيلز هو الماركتنج وبيخلط الامور ما بينها وبين بعضها. فهنتكلم على الماركتنج والسيلز كونسبت وايه الفرق ما بينهم. في نفس الوقت هنتكلم على الامبورتنس اوف سيلز ريب والماركتير والسيلز ريب، ايه الفرق ما بينهم والجوب ديسكريبشن بتاع كل واحد منهم ايه، ويقدر يقدم ايه او يحسن المنظومة الصحية ازاي. الكاستمر ديفلوبمنت، ايه هو مين هو الكاستمر وتطور الكاستمر بالنسبة للفارماسيوتيكال ماركتنج هو ايه، وفي نفس الوقت هنتكلم على الكاستمر ساتسفاكشن، وايه هو الساتسفاكشن وايه هو الفاليو، وانا كماركتير او بشتغل في الفارماسيوتيكال ماركتنج ايه اللي اقدر اقدمه علشان يقدم فاليو وساتسفاكشن بالنسبة للكاستمر بتاعي. البرودكت اللي انا شغال عليه، البرودكت ممكن يكون حاجه محسوسه او حاجه غير ملموسه زي السيرفيس، فالبرودكت نفسه الديفلوبمنت بتاعته ايه ونظره الكاستمر ليه ايه، وكل ستيج معينه بيمر بيها البرودكت، لان البرودكت من له بدايه لابد ان يكون له نهايه. بيكون في ستيج معينه بيمر بيها البرودكت من ساعه ما بينزل السوق لغايه ما بينتهي. ان انا اعرف الحاجات دي ايه، ان انا كماركتير اقدر احدد ايه اللي انا محتاجه علشان اقدر احافظ على البرودكت بتاعي ان ليه فاليو في السوق، واقدر اتعامل مع كل فتره بطريقه معينه واسلوب معين. هنتكلم على الماركتنج ميكس، وايه هو الماركتنج ميكس، وفي نفس الوقت فايدته ايه ان انا في الماركتنج وفي الفارماسيوتيكال ماركتنج. الادفرتايزنج والبروموشن، هل هو الادفرتايزنج هو البروموشن ولا ايه الفرق ما بينهم، وايه طرق الادفرتايزنج وبستفيد بيها ازاي في الفارماسيوتيكال ماركتنج، وايه الفرق ما بين الفارماسيوتيكال ماركتنج والاذر ماركتنج والبروموشن، وايه هو الببليك ريليشن والببليستي، وبتفرق في ايه مع الفارماسيوتيكال ماركتنج. الميجور اليمنت اوف بروموشن، وفي نفس الوقت انا بعمل بروموشن ليه وايه الاوبجكتيف اوف بروموشن. هنعمل برضو حاجه مهمه جدا نعرفها، السيجمنتيشن، ازاي اقسم السوق بتاعي، والتارجتنج، ازاي اتعامل مع الكاستمر، والبوزيشننج، ازاي اقدر اخلي البرودكت بتاعي
موجود بالنسبة للشخص في البريم بتاعه. الستيب اوف ماركتنج سيجمنتيشن وايه التايب اوف ماركتنج سيجمنتيشن والليفل اوف ماركتنج سيجمنتيشن وميزة الماركتنج سيجمنتيشن ايه؟ الديفرنشيشن. احنا بنقول ان احنا لازم نبقى ديفرنت، والشخص المميز لازم يكون ليه حاجة مختلفة عن الآخرين. ازاي انا كماركتير اعمل ديفرنشيشن ما بين البرودكت؟ ازاي اقدر اعمل اختلاف في الحاجة اللي انا بقدمها علشان تكون مميزة؟ هنتكلم على الماركتنج بلان والبيزك اليمنت اوف ماركتنج بلان، الميشن والفيجن، الاوبجكتيف سيتنج، السوات اناليسيز. الميزة في الماركتنج بلان وايه اللي ممكن تقدمه الماركتنج بلان تو اتشيف اور اوبجكتيف، وفي نفس الوقت ايه الكنترولنج؟ يا ترى انا عملت ماركتنج بلان صح؟ طب اتشيفمنت صح؟ وفي نفس الوقت ايه الباريرز اللي بتمنعني او بتقلل من ان انا اعمل افكتيف ماركتنج بلان؟ هنتكلم على موضوع من في منتهى الاهميه اللي هو السيلينج سكيلز، وازاي اقدر اعمل سيلينج. اخر خطوه في الماركتنج ان انا اعمل سيلينج، وانا في الصيدليه ازاي اقدر اعمل سيلينج بالنسبه للبرودكت بتاعي، وفي نفس الوقت الستبس اوف سيل سايكل، واقدر ابيع المنتج بتاعي بطريقه بروفيشنال ازاي. هنتعرض لحاجه خطيره ومهمه جدا اللي هي الكاستمر ريسبونس. لما اجي اعمل اقدم برودكت لحد للكاستمر، يا ترى الريسبونس بتاعه ايه؟ يا اما يوافق يا اما يرفض، يا اما بوزيتيف يا نيجاتيف. لو نيجاتيف، ايه انواع الكاستمر النيجاتيف كاستمر ريسبونس، واقدر اتعامل مع كل ريسبونس ازاي؟ وفي نفس الوقت محتاج ان انا افهم الكاستمر بتاعي علشان اقدر ابيع له ايه، لان دي من ضمن الحاجات المهمه جدا اللي هو الكاستمر بيهيفير. في الستايل، كل واحد ليه ستايل معين، لازم افهم الستايل بتاع الكاستمر ايه علشان اقدر اقدم له الخدمه المتميزه اللي هو عايزها. هنختم الموضوع ب how to communicate effectively with your customer. effective communication، لان دي من ضمن الحاجات اللي بتفرق كتيره جدا معايا، ان انا ممكن يكون عندي الماركتنج كويس قوي بس مش عارف اقنع بيه الاخرين. ازاي اتعامل واقنع بيه الاخرين؟ ده هنشوفه في الماركتنج، في الافكتيف كوميونيكيشن ان وذ ماركتنج، وازاي اقدر اقدم الفكره بتاعتي واقنع بيها الاخرين واشيل اي بارير ما بيني وبين الكاستمر، وان ازاي يقدر يفهمني صح ويقدر يبقى فيه في الاخر اكشن متناسق وفهم متناسق مع الفكره اللي انا بقدمها. ده ملخص شديد جدا لل الفارماسيوتيكال ماركتنج توبكس، علشان اقدر استفيد من كل خطوه واقدر استفيد من كل نقطه في من النقاط اللي احنا هنتكلم عليها في خلال الكورس، علشان اقدر اضيف ليا كبروفيشنال فارماسيست او بروفيشنال كلينيكال فارماسيست از ماركتير، لان مهم جدا ان انا اكون بروفيشنال انف تو اتشيف اور اوبجكتيف. هنبدا بقى في الكورس بتاعنا بحاجة مهمة جدا اللي هي الكواليفيكيشن او الجنرال كاركتر اوف كلينيكال فارماسيست. دايما الفارماسيست كلينيكال لازم تو شيفت برودكت اورينتد تو بيشنت اورينتد. ازاي اقدر اشتغل على البيشنت از مين كاستمر بالنسبة لي علشان اقدر اقدم له الخدمات بتاعتي بطريقة بروفيشنال؟ وده دايما الفكر بتاعنا، ازاي اشتغل بفكر ماركتير وكلينيكال فارماسيست، لان هو ده العلم الحديث اللي احنا عايزين نغير شكل الصيدلي ووجهه نظر الصيدلي في المجتمع، ان هو كلينيكال فارماسيست وبيشتغل بفكر ماركتنج. ففي جنرال كواليفيكيشن محتاجين نعرفها كويس قوي علشان نحسن من نفسنا تو بي كواليفايد انف تو اتشيف اور اوبجكتيفز ونوصل لمرحله البروفيشناليزم. اول حاجه من الجنرال كاركتر ديزاير تو سكسس، بيبقى رغبه داخليه في الشخص ان هو عايز ينجح، بتبقى انر فيلينج. محتاجين ان احنا نكون عندنا الرغبه في النجاح. مش هيكون عندنا الرغبه في النجاح الا لما يكون عندنا اوبجكتيف وبنسعى ليه وتو اتشيف الاوبجكتيف. حد عايز ينجح لازم يكون فيه اوبجكتيف وبيشتغل كويس علشان تو اتشيف الاوبجكتيف ده. سمايل، السمايل دي من الحاجات اللي
نفسيا بتريح الكاستمر بتاعي ان يستقبل الابتسامه بتاعتي، وان انا اقدر اخدمك وبحترمك وبقدم لك خدمات وانا مرتاح ومبسوط. بتفرق كتير جدا ان الواحد يقف في الصيدليه او يبقى في الشركه او يقابل الكاستمر بتاعه وهو مبتسم ابتسامه صافيه، على اساس بتقول له انا هنا تو سيرف يو. تفرق كتير جدا ان الانسان يبتسم، لان الناس ما لهاش ذنب ان انا عندي مشاكل. الناس بيبقى محتاجه حد يحترمهم، حد يقدم لهم الخدمات بطريقه فيها بروفيشناليزم. السيلف كونفيدنس، السيلف كونفيدنس من الحاجات اللي بتفرق كتير جدا وبتنعكس على الشغل. وبتيجي ازاي السيلف كونفيدنس؟ ان انا ابقى عارف التاسك، عارف مطلوب مني ايه، وفي نفس الوقت الكواليفيكيشن بتاعتي ايه علشان اقدر اقدم الحاجه دي. اوبجكتيفز وجولز، فاهمها وفاهم التاسك والكواليفيكيشن بتاعتي تقدر تو اتشيف. فعشان كده بنقول سيلف كونفيدنس مهمه تو اتشيف الماركتنج بلان وتو بي ماركتير بطريقه بروفيشنال. انجوي داي تو داي كونتاكت وذ كاستمر، ودي من الحاجات ازاي اقدر اكون مستمتع وانا بتعامل مع الكاستمر بتاعي. ومرحله الكرييشن بتيجي ان الواحد بيبقى مبسوط جدا بالشغل اللي بيشتغله. والماركتير من الناس اللي بتفرق كتير جدا معاهم الكرييشن، ان هو يكون انسان مبدع، ان هو يكون انسان فعلا مرتاح في شغله، مبسوط في شغله، يبدا مرحله التجديد. فمش هتحصل الا لما يكون هو مستمتع وهو شغال، مش ستريسد. دايما الشخص الستريسد ما بيبقاش فيه مجال للكرييشن. الكرييشن بيجي لما يكون انا حابب الشغل وبستمتع بيه، وكل يوم انا ببقى مبسوط جدا في التعامل مع الكاستمر بتاعي. سيلف موتيفيشن، بنشوف الكلمه دي كتير قوي في كل الاعلانات لما بيكون محتاجين ماركتير او محتاجين حد يشتغل في الماركتنج او في السيلز او بصفه عامه. الموتيفيشن ده حاجه داخليه جوه الانسان، يا موتيف يا ديزاير يا نيد تو كونتينيو، ان هو يكمل تو اتشيف. فالسيلف موتيفيشن من الحاجات اللي بتفرق كتير قوي في شغلنا وفي حياتنا علشان نقدر ان احنا نكمل. وكل ما كانت سيلف داخليه كل ما كان الشخص بروفيشنال، مش محتاج حد من بره يعمل له موتيفيشن. السيلف امبروفمنت من الحاجات المهمه في حياتنا، ان الواحد بيبقى عارف هو محتاج ايه، وفي نفس الوقت هو الكواليفيكيشن بتاعته ايه علشان يعمل سيلف امبروفمنت، ان هو دايما بيحسن من نفسه. كل ما كان ان الشخص مور كواليفايد عن البوزيشن اللي هو موجود فيه، يبقى اتشيف بطريقه بروفيشنال، وفي نفس الوقت بريبير للخطوه اللي بعد كده او البوزيشن اللي بعد كده، ولازم ابقى عارف الكارير باس بتاعي علشان اقدر اعمل سيلف امبروفمنت عليه. عندنا مشكله كبيره جدا في السيلف امبروفمنت، ان احنا بنستنى فتره لغايه ما نمسك منصب وبعدين نعمل امبروفمنت. لا، كل ما انا طورت من نفسي وكنت جاهز لاي منصب انا بعد كده في الكارير باس بتاعي، كل ما كنت كواليفايد وكان الكواليفيكيشن بتاعتي اعلى من البوزيشن اللي انا موجود فيه. الكاستمر سيرفيس من الحاجات المهمه في الماركتنج، ان انا ازاي اقدم خدمات متميزه للشخص واقدم يكون فيها كاستمر سيرفيس، خدمه ما بعد البيع. ده من ضمن الحاجات اللي انا بعملها، ان انا بعمل كاستمر ساتسفاكشن. مهم قوي ان انا اعرف الكاستمر بتاعي محتاج ايه واعمل اللي هو محتاجه. عشان كده في الماركتنج دايما بيعمل ساتسفاكشن للنيد. كل ما انت عملت اللي الشخص محتاجه كل ما كان حس بالفاليو بتاعها، لان اوقات كتيره جدا احنا بنعمل للاخرين حاجات كتيره قوي بس مش حاسين بيها، لان مش ده اللي هم محتاجينه. اللي محتاجينه لو عرفته وعملته هيبقى الفاليو بتاعتها اكبر كتير جدا. الاونست والتراست، ده من الحاجات اللي في المهنه بتاعتنا في الميديكال بصفه عامه، لازم تتوافر كتير قوي الاونست والتراست، لان احنا مهنه ديفكت فري. وفي الماركتنج بدا يظهر مشاكل كتيره جدا، ان في ناس بدات توصل معلومات غلط للدكاتره، وتزييف المعلومه اخطر كتير جدا من تزييف الدواء، لان المعلومه لما
بتتزيف والشخص بيستخدمها بطريقة سيئة، بتبقى فيها مشكلة كبيرة جدا، انه ده بتبقى عادة، والمريض او الكاستمر بتاعي بيتعود على الغلط، لاني من البداية ما كنتش امين في توصيل المسج بتاعتي. مهنتنا ديفكت فري، ما ينفعش فيها الخطأ، ما ينفعش فيها التزوير. في ناس بتشتغل بتقول البرودكت بتاعي كويس علشان المواصفات اللي فيه ايه، بدون اكسجريشن ريال سيتويشن، وفي ناس بتقول انا كويس لان الادويه الثانيه سيئه، ودي من ضمن الاونست في الكلام اللي انا بقوله، لان بتفرق كتير قوي ان انا اشتغل بطريقه بروفيشنال مش بطريقه ديرتي. الديرتي بيزنس ان دايما انا اشتغل على المنتج بتاعي قصاد ان انا اسوق المنتجات التانية. كل ما كنت اونست في شغلي كل ما الناس تراستد فيا، ودي بتعمل ريبيتيشن وبتعمل سمعة كويسة جدا للماركتير، وبتعمل سمعة كويسة جدا للصيدلية. كل ما كنت بروفيشنال في الصيدلية وفي نفس الوقت بتقدم خدمات بطريقة فيها اونست، الناس هيحصل لهم تراست منك كتير قوي. لو تلاحظوا كل ده، العشرة اللي احنا بنتكلم عليهم الاساسيين في الكواليفيكيشن في الكلينيكال فارماسيست، نظرية الاسك تقريبا بتجمع العشر حاجات اللي عدهم دول. ان اسك، ودي نظرية بلوم فور كواليفيكيشن، بنيامين بلوم قال تو بي اكسلنس يو ماست بي اسك نوليدج سكيلز اتيتيود. نوليدج سكيلز اتيتيود، العشر حاجات اللي فاتوا هتلاقوا اي حاجه هتلاقوها داخله في الثلاثه دول. بمعنى ات از يور برفورمانس، برفورمانس ادائي بيجي من خلال المعلومات اللي امتلكها والسكيلز والسلوكيات. الثلاثه مع بعض هم البرفورمانس. ات از ماي بيكتشر، عايز الناس تشوفني ايه، عايز الناس تقدرك ازاي. اي انسان بيقدر اكوردنج للمعلومات اللي معاه والمهارات والسلوكيات. التلاتة كل ما زادوا كل ما كان الماركتير عنده فرصة ان هو يبقى افضل من اي شخص تاني، لانه معلومات متعددة، مهارات متعددة، سلوكيات متعددة، بقى شخص كرياتيف، بقى سهل قوي ان هو يلاقي حلول لنفس الموقف، يقدر يطور البيزنس اللي هو موجود فيه، يقدر يكون عنده ماركتنج بلان بطريقه بروفيشنال، يقدر يعمل الموضوع بطريقه صح. فهل يا ترى انا اقدر اقيم نفسي من اكوردنج للسيتويشن، معلومات، مهارات، سلوكيات، اقدر احسن، اقدر اكون افضل من اللي انا فيه، اعمل ري ايفالويشن كميه المعلومات اللي امتلكها ايه، المهارات ايه، والسلوكيات ايه، لان الثلاثه مع بعض هيدوني ماي بيرفورمانس. لازم احسن، ده السيلف امبروفمنت، كل واحد بيبدا يحسن فين. هل يا ترى ناقص معلومات ماركتنج، فارماسيوتيكال ماركتنج، عارف معلومات عن الفارماسيوتيكال ماركتنج، معلومات عن البرودكت، معلومات عن الكومبيتيتورز، معلومات عن الشركه اللي انا موجود فيها، معلومات عن الصيدليه، معلومات عن الكاستمر اللي انا بتعامل معاه. المهارات، السكيلز، من اخطر الحاجات اللي لازم تكون متوفره فيا، واللي هي بيسموها كور اوف سكيلز، اللي هي الكوميونيكيشن سكيلز. انا لما بتبقى عندي معلومات ويكون عندي فكر ماركتنج، هقدر يا ترى تكون عندي الكوميونيكيشن سكيلز بطريقه بروفيشنال ولا لا. فدي بتفرق كتير جدا، ان انا اقدر اقنع الاخرين باللي عندي. الاتيتيود، والاتيتيود ده اللي هو السلوكيات بتاعتي ايه. التلاتة مع بعض لازم تكون السلوكيات ايجابية، التلاتة مع بعض بيعملوا it is my performance, it is my qualification. وعشان كده محتاجين ان يعلي qualification بتاعتي علشان اكون ماركتير صح. وده ببساطة جديدة جدا الجنرال اوتلاينز، ان انا اعلي qualification بتاع الكلينيكال فارماسيست او الماركتير علشان يقدم لي خدمات متميزة ويغير شكل الصيادلة ويكون ليه تأثيره في المجتمع. شكرا.